السلام عليكم ورحمة الله. صوت مسموع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فصلى سبحانه وتعالى للجميع الإعانة والتوفيق والسداد. وكما لا يخفى عليكم، بقي تقريبا الأسبوع القادم أو نهاية الأسبوع القادم تقريبا تبدأ الاختبارات. فيعني نصيحتي لكم يعني أن تشمروا على ساعد الجد باستغلال يعني جميع الأوقات، سواء في النهار أو الليل، لاستيعاب المواد العلمية في جميع المقررات وإتقانها وبذل مزيد من الجهد. يعني أعتقد أن الطالب أو الطالبة إذا بذل أو ضغط على نفسه هذين الأسبوعين ارتاح إن شاء الله في قابل الأيام، ووجد النتيجة إن شاء الله مرضية. فكلها أيام معدودة، ستجدون أنها تذهب سريعا. والحقيقة أني أعتقد أن الطالب على الأقل غير الموظف، إذا لم يخصص فترة الصباح على الأقل من 8 إلى 12، ومن بعد العصر إلى 10، يعتبر فيه نوع تقصير. أما الموظف وإذا كان لا يستطيع أخذ إجازة للاستعداد للاختبارات، فعلى الأقل أن يستغل الفترة المسائية بالمذاكرة والاستعداد، وليكن حرصه على أن يكون ذلك العلم الذي يتعلمه ويذاكره يستفيد به، يرفع الجهل عن نفسه ويحسن النية في ذلك، ليحصل له الأجر العظيم على هذا العمل الذي يقوم به. فأنتم مذاكرون، بما أنكم تذاكرون فأجعلوا نيتكم لله عز وجل. الحقيقة أنا ثقتي بالله عز وجل ثم بكم ثقة كبيرة أنكم إن شاء الله قادرون على التميز في جميع المقررات، لكن بما أننا نتكلم على أصول الفقه والقواعد الفقهية من خلال ما وجدته منكم خلال الفترة الماضية، الحقيقة أنا مطمئن اطمئنان كبير أننا لن ننظر إلى مسألة النجاح فقط، بل ننظر إلى مسألة التفوق والحصول على درجات عالية بإذن الله جل وعلا، وأرجو أن يكون ذلك حليفكم جميعا بإذنه سبحانه وتعالى. الذي أوصيكم فقط فيه أن تكون الطريق اتباع الطريقة السليمة في المذاكرة، والثقة بالله عز وجل أولا ثم الثقة بأنفسنا. يعني لا يأتي الطالب أو الطالبة وهو محطم نفسيا من المقررات والمناهج ثم يريد أن يذاكر. النفس إذا كما ذكرت لكم سابقا إذا لم تكن مقبلة على الشيء فلن تبدع فيه مهما كانت سهولته. فاجعلوا أنفسكم أو اجعلوا ثقتكم في أنفسكم كبيرة، أنتم تجاوزتم مقررات كثيرة، فقادرون بإذن الله على الإبداع والتميز في جميع المقررات. أيضا لا يشغلنكم وسائل التواصل. الحقيقة يعني كلنا ذاك الرجل، وسائل التواصل تأخذ من أوقاتنا الشيء الكثير، فإذا أطلقنا العنان لها الحقيقة أننا لن نذاكر. يعني أنا أعتقد أن أقل واحد يستهلك في وسائل التواصل يوميا ما لا يقل عن 5 إلى 6 ساعات، هذه بإمكانه أن يذاكر مقرر كامل. فإذا استطاع الإنسان أن يملك نفسه ويبتعد عن هذه الوسائل على الأقل الفترة القادمة فهو على خير بإذن الله جل وعلا. نقطة هامة قد يغفل عنها البعض، أهم وقت لترسيخ المعلومة من تجربة، وربما البعض يجرب ويجد غير ذلك، هي ما قبل النوم. طبعا للمذاكرة بعد الفجر هذا منتهي منه والذهن صافي، هذا إذا كان نائم مبكرا، لكن أتكلم على ترسيخ المعلومة، لا أعني المذاكرة بل ترسيخ المعلومة اللي هي قبيل النوم. يعني قبيل النوم إذا كنت مذاكر حاول تسترجع رؤوس أقلام قبيل النوم، فهذا أدعى إلى ترسيخ المعلومة. لماذا؟ لأن الذهن خلاص إذا
بدأت بالنوم يبدأ الذهن ببرمجة آخر المعلومات اللي أخذتها ويبدأ في معالجتها في ذهنك لترسخ في ذهنك. ولذلك تجدون اللي آخر ما يشاهد مثلا شيء معين تجده يعني غالبا يراه في منامه، لأن الذهن تبرمج على ذلك الشيء. فنقول استغلال الفترة هذه اللي قبل النوم بمحاولة مراجعة رؤوس أقلام مهم جدا في ترسيخ المعلومات. الكلام طويل في قضية المذاكرة وطريقتها، لكن أختم بنقطة واحدة فقط قبيل الاختبار. البعض يعني يقع في إشكالية ومرت عليكم كثيرا، قبل أن يدخل قاعة الاختبار تجي أمل مثلا لابتسام فتقول لها وش تعري ما هو تعريف المطلق، تقول ابتسام تعرف المطلق عندنا المطلق ولا نسيت، مع أن ابتسام ذاكرة وعارفة، لكن مفاجأة السؤال وفي هذا الوقت جعلت المعلومة إيش تطير. فتبدأ ابتسام تتقلب المذكرة تبحث عن المطلق فيتشتت الذهن، وهذه أخطر حركة يعملها الطلاب. ولذلك أنا كنت سابقا وأوصي طلابي قبيل الاختبار على الأقل بنصف ساعة لا تستمع لأحد أبد، خلاص حتى أغلق المذكرة، يعني النصف ساعة لن تفيدك ولا تعلم هل سيأتي منها سؤال أو لا، فأغلق وصف ذهنك، اجعل ذهنك يركز تماما ويهدأ استعدادا للاختبار. لكن هالسؤال اللي سأله زميلك أو سألته زميلتك قد لا يأتي في الاختبار، وفوق ذلك شتتك أو سبب لك إرباك، وهذه إشكالية كبيرة يقع فيها الطلاب، فانتبهوا لهذه النقطة. على كل اليوم بناخذ إن شاء الله المحاضرات الأخيرة اللي هي المحاضرة من 30 إلى 34، وحتى لا أثقل عليكم تابعوا معي، وما سأقوله يعتبر خلاصة إن شاء الله كافية في هذه المحاضرات. الحلقة 30 تتعلق بقاعدة العادة محكمة، وهي آخر قاعدة من القواعد الكبرى بعد أن أخذنا الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار. العادة محكمة أيضا قاعدة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة مهمة بلا شك. هل في فرق بين العادة والعرف؟ اختلفوا هل بينهما فرق، بعضهم يقول بينهم فرق وبعضهم يقول ليس بينهما فرق. لكن ما معنى العادة محكمة؟ ما معنى تحكيم العادة؟ معنى ذلك أنها تكون مرجع عند النزاع. يعني لو تنازعت أنا وأحمد مثلا، استأجرت منه سيارة فقمت بتحميل بضاعة عليها أو أغراض عليها فتلفت السيارة فتنازعنا، هو يقول لماذا تحمل على السيارة وأنا أقول عادي أنا استأجرتها أحمل عليها، من اللي يحكم بيننا؟ العرف، هل السيارة تستخدم للتحميل أو لا؟ لو كانت سيارة مثلا مرسيدس هل يحمل عليها ثلاجة ومطبخ وفرن وكذا؟ لا. لكن لو كانت بينا أو هايلوكس أو نحو ذلك ممكن يحمل عليها. فإذا ما الذي يحكم في ذلك؟ هو العرف. هذا معنى كون العادة محكمة، يعني إيش؟ إنها مرجع عند النزاع. واضح معنى العادة محكمة؟ طيب هل في أدلة على القاعدة؟ نعم في أدلة على القاعدة. الله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني حسب المعروف والمتعارف عليه. طيب أنا ما ودي أطيل عليكم في القاعدة، بحاول أخذ أشياء يسيرة فقط. القاعدة مجال عملها إنشاء حكم جديد أو ضبط أمر حكم فيه الشارع، هذا عملها. يعني العادة ممكن تعطينا حكم جديد، واضح؟ أو ممكن يكون الحكم موجود
لكن حدوده وضوابطه غير موجودة. مثلا الله عز وجل يعني أمر بقطع يد السارق يعني يعني أو عفوا الحكم الشرعي لو قطع يد السارق عند وجود الحرز، هل حدد الحرز ما هو؟ ولهذا مرجوع راجع للعرف، هذا راجع وراكم أنتم ما تتعلقون معي ولا ساكتين، هذا راجع للعرف، راجع للعرف. الشروط العرف يعني نأخذها باختصار، أن تكون العادة مضطردة، ألا تعارض نص صريح، وغيرها من الشروط. القواعد المندرجة تحتها قاعدة الحقيقة تترك بدلالة العادة. طبعا يكفيكم نعم أكيد الحرز راجع للعرف، فما كان سابقا يختلف حاليا، وأنا مثلت لكم سابقا لما قلت لكم أصحاب المحلات كانوا يضعون قطعة قماش أو كرسي على المحل ويعتبر هذا حرز، لكن لو جاء واحد الآن وضع قماش على محله هل يكون حرز؟ لا، نقول هذا مفرط. بالنسبة للقواعد المندرجة لو أخذنا عناوين القواعد ربما يكون كافي، لكن أنا بأتكلم عليها بعض الأشياء، يعني مثل قاعدة الحقيقة تترك بدلالة العادة. وش معنى الحقيقة تترك بدلالة العادة؟ يعني الشيء قد يكون له حقيقة يعني لغوية أو نحو ذلك، لكن العادة تختلف عن ذلك. مثلا لو جملهم وقال ما راح أكل البيض، وش اللي يجي في أذهاننا؟ ما الذي يأتي في أذهاننا؟ أي بيض؟ بيض الدجاج ولا لا؟ مع أن الحمام له بيض والبط له بيض وغير ذلك، لكن الذي ينصرف لأذهاننا فقط بيض الدجاج. ما الذي جعل ذهننا ينصرف إلى بيض الدجاج؟ العرف والعادة. أحسنتم، العرف والعادة. أيضا يقولون من القواعد المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني إذا في شيء معروف بين الناس كأنه شرط. تذكرون المثال لما استأجرت السيارة من أحمد، هو ما قال لي لا تحمل عليها أغراض البيت، لكن لما كان العرف أن المرسيدس لا يحمل عليه كأنه اشترط علي ألا أحمل عليها. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطان. أيضا من يقولون الكتاب كالخطاب، يعني لو جاء واحد وكتب لزوجته رسالة أو كتاب خطاب كتاب ورقي يعني، فقال أنت طالق، يكون كأنه إيش؟ كأنه تكلم. بس طبعا هذا بشروط. ما هي الشروط؟ موجودة عندكم، ما راح نطيل فيها، هي موجودة عندكم، يعني خذوا هذه الشروط واطلعوا عليها. يقولون الإشارات المعهودة للأخرس كاللساني كالبيان باللسان، يعني الأخرس إذا أشر إشارة كأنه نطق، يعني لو قالت أفراح لبائع لا يتكلم تبيعني هذا الجهاز فأشر برأسه، هذا يعتبر كأنه إيش؟ كأنه تكلم. أو قالت كم سعره فقال بأصابعه 5 كذا، فيعتبر كأنه تكلم به، وهكذا. إذا الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان. ماشي الأمور؟ نكمل. طيب يقولون من القواعد أيضا، وهي قاعدة كلية، طبعا
طبعا ليس لما أتوا للقاعدة الكلية هذه ليست مندرجة تحت أي قاعدة، لكنها قاعدة كلية. يقولون التابع تابع، التابع تابع، يعني التابع للشيء يأخذ حكمه. يعني الآن لو اشترينا قفل، المفتاح يكون معه ولا لا؟ يكون معه. ولذلك التابع تابع. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا ذبح الأم كأنه ذكى أيضا ذكى الجنين، كأنه ذكى الجنين. ولذلك يعني اللي يبيع نخل له ثمر ونحو ذلك، يعني هل يدخل أو لا يدخل، هذا الكلام فيه طويل. أيضا هناك إعمال الكلام أولى من إهواء ماله، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه، يعني نأخذ عناوينها يكفينا. أيضا من القواعد قاعدة الغرم بالغن، هذا أيضا يكفينا عنوانها بس ما راح نتكلم فيها. من القواعد أيضا ذكروا تبدل سبب الملك قائم تبدل قائم مقام تبدل الذات. يعني مثلا لو أن أحدكم تصدق بصدقة كيس أرز مثلا، تصدق به على فقير، هذا الفقير ما سبب التملك؟ الصدقة ولا لا؟ سبب التملك الصدقة. الصدقة هذه هل يستحقها أي أحد أو الفقير؟ يعني لو جاء غني ما يجوز أن يأخذ الصدقة، صح؟ طيب الفقير هذا، الفقير هذا لو جاء وباعها على غني، الغني أخذها صدقة ولا أخذها بيع؟ إذن سبب الملك تغير ولا لم يتغير؟ بما أن سبب الملك تغير كأن البضاعة تغيرت، يعني كأن هذا الأرز تغير، فتغير سبب الملك يعتبر كأنه تغير للشيء ذاته. واضح معنى القاعدة؟ أيضا من القواعد اللي ذكروها قاعدة ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. يعني تعرفون بعض العقود يضعون فيها شروط، لكنها شروط إيش؟ شروط باطلة. فالشرع مقدم على أي شرط، أي شرط. إذا اجتمع الحلال، أيضا من القواعد، إذا اجتمع الحلال أو الحرام غلب الحرام. يعني لو كان فيه فعل فيه حلال وفيه حرام، نتجنبه ولا نفعله؟ نتجنب. هذا معنى القاعدة، طبعا بشروط وضوابط قضية موجودة عندكم، لا نريد أن نطيل فيها. يعني الحلقة 40 يقولون من القواعد فيها كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني هذه من الأمور المهمة جدا، أن البعض يعني يأخذ قرضا، لكن قد يكون هذا القرض ما فيه زيادة مالية. نعم أحسنتم، مر عليكم فقه المعاملات، لكن فيه منفعة أو نفع لذلك المقرض، فهذا قرض جرى نفعا. يعني بقرضك مثلا 100,000 على أن تزوجني أختك مثلا،
أو تؤجرني دارك أو نحو ذلك. إذا استفاد مع القرض إيش؟ نفع. فكأنه قال بعطيك 10 ورجعها لي، رجعها لي 15. على كل ما أريد أن أطيل عليكم لعلي يعني يكون هذا كافي إن شاء الله. فاسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. محاضرة اليوم خفيفة وسهلة وما فيها إطالة عليكم حتى لا نثقل عليكم على قرب الاختبارات. أنا أرجو فقط إذا في أي سؤال أو استفسار عن المادة العلمية أن يطرح، عدا ذلك يعني الأمور إن شاء الله واضحة عندكم، ولا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. في أي سؤال استفسار بارك الله فيكم. وسؤالي لكم أنا من خلال المنهج، وجدتم في صعوبة؟ في الحقيقة أنا أرى أنكم على الأقل حسب رؤيتي أنكم ما شاء الله يعني مستوعبين المنهج بنسبة كبيرة جدا، يعني ما أريد أن أقول 100%، لكن بنسبة كبيرة جدا. هذا أمر مبشر بخير إن شاء الله تعالى. لكن هل وجدتم في صعوبة معينة في جزئية معينة؟ يعني أو بعبارة أخرى، لما أقدمتم وشفتم كمية المنهج وأن المنهج طويل كذا، هل وجدتم أن هذا كان عائق لكم؟ إذا الإنسان قادر بإذن الله أنه يستطيع أنه يتكيف مع أي منهج من المناهج، فقط الاستعانة بالله عز وجل، ثم بذل شيء من الجهد. التركيز لابد منه، يعني أي شيء. يعني أنا بسألك يا ملهم، هل يوجد مادة ما تحتاج تركيز؟ ما أظن فيه مقرر ما يحتاج تركيز، جميع المقررات لابد تحتاج تركيز. نعم هذا الأصل يا هند. ولذلك الحقيقة من الأمور المهمة، أنا ذكرت لكم في بداية المنهج أو بداية اللقاءات أن المساندة هذه فقط للإجابة على أسئلتكم، لكن تلاحظون أننا نشرح جزئيا يعني. وهدفي إيش الحقيقة؟ أنا وجهة نظري أن الفهم مهم جدا للحفظ. يعني البعض ما شاء الله أعطاه الله عز وجل قوة حفظ، فيحفظ يصم المنهج صام، لكنه ما فهم المراد، فلو أخطأ بكلمة ضاعت عليه المعلومات، لكن لما يكون فاهم يستطيع أنه يعبر ولا لا. فالفهم أي مقرر مقررات الفهم مطلوب فيه، ليس فقط مجرد حفظ ثم تأتي وأنت ما فهمت، يصبح عندك يعني الأمور ملخبطة. وإن شاء الله الاختبار لا تحملوا همه، متى ما استعنتم بالله عز وجل وبذلتم جهدكم يعني الأمور إن شاء الله تكون واضحة ولا إشكال فيه. يعني لن نحرص على أن يكون هناك أسئلة مهمة قدر المستطاع بإذن الله. وأيضا رأيتم كيف أن وضعنا لكم كذا مرة تجربة اختبارات وتفاعلتم معها وأجبتم عنها إجابات صحيحة، مما يدل على أن إن شاء الله الأمور كلها بإذن الله ستكون ميسرة وسهلة. لكن لا تكل نفسك إلى عملك، يعني اجعل اتكالك على الله. هذه أهم نقطة. يعني البعض يقول لا إن شاء الله، يعني ما يقول حتى إن شاء الله، يقول مادة كذا راح أركب 95 بالراحة، يعني يتكل على نفسه وينسى أن يتكل على الله. واللي أعطاك المقدرة على الحفظ والفهم بسهولة يعني يستطيع أن يذهب عنك المعلومة إذا احتجت لها. فلذلك الاتكال على الله مهم قبل الاتكال على النفس. نعم الإنسان يفرح بما أعطاه الله عز وجل من قوة حفظ وفهم، نعم يفرح بذلك، ذلك من فضل الله عليه، لكن لا يجعل اتكاله عليه بل يتكل على الله. نعم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وبإذن الله أنا متفائل إن شاء الله أن يعني اختباركم الأصول أي يوم؟ هل هو الأول ولا في الوسط ولا في الأخير؟ آخر يوم؟
إذا أنا أتمنى إن شاء الله أنكم يعني أنا متفائل إن شاء الله أنكم يعني بإذن الله تقولون ختامها مسك في المنتدى، وأن يكون ختامها مسك إن شاء الله. لكن لعل قبلها يوم، ولا ما عندكم قبلها يوم؟ قد تكون مستوى آخر يا آمال، في فراغ قبلها ولا ما في فراغ؟ زين، إذا في قبلها فراغ جيد، عشان الواحد يعني يمديه يراجع، يعني المراجعة مهما يكون لابد منها. إن شاء الله الأمور الواحد يتفائل بالله عز وجل، إن شاء الله أموركم كلها إلى خير بإذن الله جل وعلا. طيب أي سؤال آخر بارك الله فيكم ولا نختم؟ حنا انتهينا تقريبا الآن، ما بقينا شيء. وعلى كل إذا لو طرأ أي أمر في يمكن الكتابة في المنتدى، وأنا أجيب عليه بحول الله عز وجل، لن تنقطع الصلة بكم، يعني المنتدى موجود حتى لو انتهت المحاضرات. إذا نسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد، وأن يحقق أمانيكم، وأن يجعل إن شاء الله أموركم كلها إلى خير. رجائي إن شاء الله من الغد تبدأون المذاكرة الفعلية للي ما بدأ إلى الآن. طبعا أنا أرجو أن الجميع بدأ، لكن لما بدأ إن شاء الله من الغد أنه يبدأ البداية الفعلية الجادة. ما كل شيء فيه فائدة يا ملهم، لا يوجد شيء لا يوجد فيه فائدة. لا الحقيقة أنا لي يمكن سنة ما درست المقرر هذا في الفصول الماضية، ليست لي، أنا كنت قديما أدرسه ثم تركته ثم رجعت بعد ذلك. لا عوام قديمة يملهم، هذه قديمة جدا. لا أنا تركتها يمكن سنة واحدة تقريبا أو سنة ونصف، لا أذكر. على كل يعني ملهم والكلام للجميع، يعني النماذج السابقة ستكون مفيدة، يعني الواحد يستفيد منها، هذا ما 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 نقول في شيء، لكن لا يعني ذلك أن الطالب يعتمد عليها. فصدقوني لو جاء سؤال واحد فقط ولم يستطع الطالب أن يجيب عليه تكدر ولا لا؟ فلماذا نحصر أنفسنا في نماذج؟ خلونا نذاكر ثم نجعل النماذج كما تقول يا ملهم للمراجعة. هذا اللي أقصده، تكون للمراجعة لكن لا يعتمد عليها. لأن الحقيقة أنا ألحظ أن البعض يعتمد على نماذج سابقة أو أسئلة سابقة فيقع في إشكالية، لكن لما يكون ذاكر ثم يقول أنا براجع فقط عن طريق النماذج السابقة، هذا خير وبركة، يعني ما أحد يقول لا تفعل ذلك. أي سؤال آخر بارك الله فيكم؟ بالنسبة للي بنزل في المنتدى ما عندي إشكالية، فقط رجائي، ولي رجائين. الرجاء الأول عدم تنزيل أي أسئلة للأعوام السابقة ولا لهذا العام بعد الاختبار، هذا ممنوع حتى ما يكون في إحراج بارك الله فيكم، يمنع منع باتا إنزال الأسئلة السابقة، هذا أمر، وحتى أسئلة الاختبار بعد الاختبار. الأمر الثاني بارك الله فيكم، بودي البعض يأخذ التسجيلات هذه ويضعها في اليوتيوب، الحق أنا ما أفضل ذلك، بودي ما تفعلون بارك الله فيكم، يعني مو محاضرات موجودة في التدارس ويكفي ذلك. طيب أي سؤال آخر بارك الله فيكم؟ وفقكم الله عز وجل جميعا، والحقيقة يعني سعدت طوال هذا الفصل معكم بما وجدته منكم من حرص، يعني بعض الطلاب أو بعض المستويات قد يكون الطلاب يعني غير متفاعلين غير متجاوبين، فالدكتور أو الملقي يصاب بالإحباط، لكن أنتم ما شاء الله متفاعلين متحمسين تشاركون تعلقون تسألون، وكل هذا يجعل اللقاء يعني حي ومتفاعل وليس ميتا، ويجعل الدكتور أيضا متفاعل مع
مع الطلاب، وكما قلت لكم سابقا وأعيد وأكرر، أنتم من يصنع الدكتور وليس الدكتور يصنع الطلاب. يعني أنتم تستطيعون أن تجعل الدكتور متفاعل معكم، متعاون، سهل، سلس، وتستطيعون أن تجعل الدكتور غير مقبول، لكن أنتم ما شاء الله بقدراتكم وتفاعلكم جعلتم المقرر بحمد الله سهل وسلس، وأنجزناه بسهولة ويسر في وقت يسير. بارك الله فيك على حسن ظنك يا ملهم، وسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، ونلتقي بكم إن شاء الله في مستويات قادمة، أو ما أظن عندكم أصول، خلاص ما عاد عندكم أصول غير هذا، إذا نلتقي بكم في الحياة العملية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لكم جميعا التوفيق والسداد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.